النهاردة بقى أنا معايا نموذج من ذوي القدرات الخاصة، ولد طبعا جميل، وهو رغم أنه متحدي إعاقة بصرية ولكن هو بيحب الغناء جدا، وطبعا الفضل لله ثم المامته طبعا هي اللي بتسنده وبتساعده علشان طبعا ظروفه اللي هو بيمر بيها، وهي مؤمنة جدا بموهبته لدرجة أن هي ابتدت تفكر توديه دار الأوبرا لذوي القدرات الخاصة. طبعا الولد رغم صغر سنه هو لسه في أولى ابتدائي، ولكن هو يعني لسه بيطلع السلالم سلمة سلمة، ولكن أنا شايفة أن هو فيه نغمة جميلة في صوته، وإن شاء الله كده نشوفه مطرب مشهور في المستقبل. نرحب طبعا بحبيبي محمد أحمد ووالدته سلمى عبد الرحمن. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، إزي حضرتك يا أستاذة الحياة؟ إزيك يا محمد، عامل إيه؟ الحمد لله. أنت في سنة كام يا محمد؟ في سنة أولى ابتدائي. في مدرسة إيه؟ حمامة القطة. علي صوتك شوية. مدرسة النور. في مدرسة النور. مدرسة النور؟ طيب أنت هتروح بقى دار الأوبرا إن شاء الله الشهر الجاي؟ إن شاء الله. طيب عايزاك بقى تبقى اشهر واحد في دار الاوبرا. انا عارفه بقى ان انت بتحب تغني وبتقول ان انت هتطلع بقى مطرب مشهور وكده، ايه الاغنيه اللي انت محضرها عشان نسمعها بقى ونشوف صوتك بقى ونجربك؟ طب عايزين نسمع بقى، يلا عشان كل الجمهور مستني يسمع صوتك الجميل. ماشي، يلا ابتدي. ما بيسألش عليا ابدا ولا بتشوف عيني ابدا، يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته وترجيته انه يرق شويه ابدا. ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا. ماما بتساعدك في ايه بقى يا محمد؟ طب نسال ماما بقى، بتساعديه في ايه مدام سلمى بالنسبه لحفظ الاغاني، اختياراته للاغاني، هل بتساعديه؟ هو في موضوع الاغاني ده انا كنت مش معاه قوي، هو يعني اكتشفتي موهبته لسه قريب؟ قريب، لان سنه صغير يعني سنه 7 سنين. فكان بابايا بقى هو اللي بيقعد يجيب له اغاني وكده ويقعد، اما الام مندمج او بابايا انا. لا بابايا انا. استنى يا محمد بس. فبدأ بقى ان انا اسال ان انا اوديه فين مكان يغني فيه او يبنوه في الموضوع ده، فقالوا لي دار الاوبرا. فاتصلنا باستاذه نرفت وان شاء الله نروح لهم اول 7 باذن الله ان شاء الله، لان التدريب طبعا بيفيد جدا الولاد وبيخليهم يتحسنوا وبيبتدوا الاول يغنوا بقى مجموعه بعد كده كمان يغنوا فردي. طيب محمد هتغني لي دلوقتي اغنيه ضميني ولا اسمها ايه؟ ايوه ضميني ضمه. ضميني ضمه، يلا بينا بقى نسمع. يا محمد وطي صوتنا شويه ومتعليش صوتك قوي، يلا يا محمد ابتدي. ضميني ضمه وخديني يما، حطني بإيديكي وقلبي سما، ست الحبايب كلنا من دمك انتي، أول عينينا ما فتحت لقيناكي انتي، انت الحبيبة يما، حنان وطيبة ياما، والجنة تقدامك يا غالية ياما، في حبنا من الوحيدة تحس بينا، ولو بكينا تمسحي دمعة عينينا، هتروح حنان ياما صدرك امان يا اما، والجنة تقدامك يا غالية يا اما. ايه الجمال ده؟ جميل يا محمد، انت كده بقى ليك عندي جايزة. ماشي. بقول لك يا مدام سلمى، انت لما بتيجي بقى تتعاملي معاه من ناحيه الدراسه وهو في سنه اولى ابتدائي، هل بتدي له دروس ولا انت بقى بتعتمدي على برايل وتعلمتي البرايل؟ انا رحت المركز في الحضانه. استنى يا محمد، رحنا الحضانه وبدات المدرسه تعلمنا، وانا بقى بتعامل معاه في البيت. يعني بتعملي برايل ولا مبصر؟ لا بتعلم برايل زي ما هو هياخد المفروض، عشان اجي انا يعني اتعلمتي البرايل عشان انا اتعلمت عشان خاطر محمد، ما كنتش اعرف عن طريق البرايل. هو اول بيبي عندك؟ اول بيبي عندي.
ان شاء الله تشوفيه كده احسن مطرب يا رب كده وتشوفيه زي ما انت عايزه، واحنا شاكرين مجهودك. ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. اذا كان وراء كل رجل عظيم امراه، وراء كل ام ذوي قدرات خاصه ام عظيمه زيك. بشكرك جدا يا مدام سلمى. هو فاضل بس بقى، انا عارفه ان في اغنيه كامرون عايزين نسمعها بسرعه قبل ما نختم. يلا. قمرون 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 سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد ناري. الله الله وعد الخلق قيد مست هادي. الله الله وكف المصطفى كالورد ناري. الله الله وعد الخلق قيد مست هادي.